يا اخو الشليتين، شو هيدا؟ مثل ما لك شايفه كان اللي فيه النصيب. من مين؟ تذكري هي البنت الطفله اللي حكيت لك عنها اهلها بدهم يجوزوها؟ ايه قصدتني مشان ساعدها، طلعت لعندهم لعند امها وصاحب امها لحتى اقول لهم انه ما بصير يا جماعه هذا اللي عم تعملوه غلط. دقيت الحميه لصاحب امها، عيط، ردت بوشه البنت، هجم بده يضربها ما خليته. اما هان عليه، راح لم شلة زعران ومثل ما لك شايفه. والله لقل عن نفس الكبير بعيلته. طولي بالك ما صار شيء. كيف ما صار شيء؟ شايف شكلك كيف؟ كيفه هشام؟ هلا بتعطيني اسمه واسم عيلته وعنوانه، بكره لابعد درك لبنان كلهم، والله لقل عن نفسه. بلا بلا كيف يعني بلاها؟ ليش؟ لك وراء أرطة زعران، إذا شحطوه على المخفر وارد يتعرضوا لي أو يتعرضوا لك، منكون بشي منصير بشي تاني. كيف يعني يتعرضوا لنا؟ يعني يتعرضوا لنا مثل ما أي حدا ممكن يتعرض لأي حدا تاني، مثل مؤهل نتالي ممكن يتعرضوا لهشام إذا عرفوا إنه رجع على بيروت. بعدين دخيلك لشو الشكوى؟ الشكوى يعني محكمة، والمحكمة يعني حكم، والحكم بعدين استئناف، وبعد الاستئناف في تمييز استئناف. راحت القصة 20 سنة، بيكون ابني صار طولي ليحكموا للزلمة شهرين. هل قد شايل ايدك من القضاء؟ ببلادنا؟ اي. وانا؟ انتي تقبري قلبي، عم تحاولي جهدك، عم تجربي تضلي نظيفة، بس المشكلة مو عندك، المشكلة بالسيستم كله على بعضه. هاي المشاكل ما بتنحل بأي طريقة. بأي طريقة يعني؟ بدك تروح تضربه مثل ما ضربك؟ شو فيها؟ أول شريعة بالكون شو؟ شريعة حمورابي، العين بالعين والسن بالسن، مثل ما ضربني بحق اللي يضربه. آه والله؟ هيك منحل الأمور بهيدي الهمجية؟ ولا شو عملنا السجون لكان؟ ليش مين قال لك إنه السجون أقل همجية من إني أضربه؟ بكل الأحوال ما تقلقي، ما رح أضربه.